السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تامي سنه اولى بكالوريا علوم اقتصاديه. اليوم ان شاء الله غنشوفوا واحد الدرس ديال ليكونومي جينيرال اسافوار لانفيسيسمون او بالعربيه الاستثمار. الوغ اول حاجه غادي نبداو بها كيس كان لانفيسيسمون، شنو هو الاستثمار. باش نجاوبوا على هذا السؤال خصنا نعرفوا شكون اللي كيدير لانفيسيسمون، كي انفيسي. الوغ il existe trois acteurs économiques qui réalisent l'investissement اللي هما les entreprises. يعني اهم acteur d'investissement هو l'entreprise. Il réalise un investissement productif اللي كتحقق واحد الاستثمار انتاجي اللي كيعتمد على l'achat du capital fixe، يعني كتحاول تشري لي ماشين، c'est-à-dire des biens qui vont servir plusieurs fois، يعني كيبقاو مده طويله في الشركه. وهذا الشيء اللي رجعنا للكونطابيليتي كنلقاو في لاكتيف ايموبيليزي. في لاكتيف ايموبيليزي كنلقاو لانفيسيسمون ديورابل اللي كيبقى مده طويله في الشركه، مثلا لي ماشين، ماتيريال ترونسبور لوكال اكسيتيرا. هاد ليتيزاسيون ديال هاد لانفيسيسمون كيبقى مده طويله في الشركه، الوغ كيتسمى ان انفيسيسمون برودكتيف. كاين دوت اكتور اللي هما لي زادمينستراسيون بوبليك. هاد لي زادمينستراسيون انفيسيس اوسي دون لو كادر لاشا دو بيان ديكيبمون، يعني حتى الادارات العموميه حتى هي كدير لانفيسيسمون من خلال لاشا دي بيان ديكيبمون. مثلا تحاول تشري مثلا واحد الاسعاف مثلا للجماعه باش تخدم بها، مثلا تشري مثلا سيارات النقل ديال المتمدرسين ديال التلاميذ، او مثلا تبني بعض السبيطارات مثلا لي زوبيتو، او تبني مثلا مدرسه. هذا كله لي زانفيستيسمون كاملين كيتسموا لي زانفيستيسمون ديال لي زادمينستراسيون. يعني هنا الاداره كتحاول دير البنيات التحتيه، هذا كيتسمى لانفيستيسمون ديال لي زادمينستراسيون. وكاين عندنا لانفيستيسمون ديال لي ميناج. حتى لي ميناج اللي هما حنا كنديروا لانفيستيسمون. امتى كنديروا لانفيستيسمون؟ يعني ملي كنشري واحد البيت مثلا او منزل، واحد لا ميزون كنشريها كتسمى انفيستيسمون بالنسبه للميناج. علاش؟ لان الثمن ديالها كيرتفع مع مرور الزمن. سي تخوا تيب دانفيستيسمون، هاد المجموعه ديال لي زانفيستيسمون، يعني لانفيستيسمون ديال الميناج وديال لا زادمينستراسيون وديال لي زونتربريز، كنجمعوهم في واحد المصطلح كيتسمى لا فورماسيون بروت دو كابيتال فيكس، اف بي سي اف. هاد الشيء غيخلينا نحسبوا لو طو دانفيستيسمون او نيفو ناسيونال، على المستوى الوطني. دونك هاد لا فورماسيون بروت دو كابيتال فيس كتجمع لينا لانفيستيسمون دي زونتربريز، لانفيستيسمون دي ادمينستراسيون بوبليك، و لانفيستيسمون دي ميناج. هادا كنجمعوهم في اف بي سي اف، لا فورماسيون بروت دو كابيتال فيكس. كنشدو هاد فورماسيون بروت دو كابيتال فيكس و كنقسموها على لو بي بي لو برودوي انتيريور بروت، و كنضربو في 100 و كنحصلو على لو طو دانفيستيسمون او نيفو ناسيونال. دونك اللي عطاوكم في الامتحان لو طو دانفيستيسمون، كنشدو الفورماسيون بروت دو كابيتال فيكس ونقسموها على بي بي ونضربوها في 100. دابا غنشوفو كومون اي بوركوا اي كومون انفيستيغ، علاش وكيفاش كنديرو لانفيستيسمون. الوغ لانفيستيسمون اي ديفيرونسي باغ سون اوتيليزاسيون، يعني لانفيستيسمون كيختلف من خلال الاستعمال ديالو. اون ديستينغ انسي لي زانفيستيسمون دو كاباسيتي، يعني هاد الانتاج هذا دو كاباسيتي كديرو لونتربريز ملي كتبغي تنتج كميه كبيره باش تحاول مثلا تستجيب لواحد الطلب جديد، او مثلا تحاول تمشي لدوطخ مارشي. مثلا تقدر تشري لي ماشين، تكبر لي لوكو ديولها مثلا ايتترا. دونك هذا كيتسمى انفيستيسمون دو كاباسيتي، اللي من خلاله لونتربريز كتحاول تكبر الانتاج ديالها. وكاين لانفيستيسمون دو برودكتيفيتي او دو راسيوناليزاسيون. هاد الانفيستيسمون كدير لونتربريز بور اميليوري ليفيكاسيتي دو لا برودكسيون، باش تحسن من النجاعه ديال لا برودكسيون وتنقص من لي كو دو برودكسيون ديالها. كيفاش غتنقص من الكو دو برودكسيون ديالها؟ غتعوض الكابيتال ترافاي باغ لو كابيتال، تعوض ترافاي باغ لو كابيتال، يعني تحاول تنقص من العمال ديالها وتزيد من لي ماشين. الا نقصت من العمال ديالها غتنقص من الكود برودكسيون، وبالتالي غتحاول ترفع من المردوديه ديالها ومن التنافسيه ديالها في السوق. وكاين لانفيستيسمون دو رونوفيلمون او دو رومبلاسمون. هاد لانفيستيسمون باين غير من الاسم ديالو، اللي كتحاول اونتربريز من خلاله انها تعوض لو كابيتال ديفوني ابسوليت باغ ان كابيتال كي نوف، يعني كتحاول تبدل لي ماشين مثلا اللي هما قدام بار دي ماشين اللي هما جداد بلو بيرفورمانت.
Le financement des investissements. التمويل ديال لي زانفيسيسمون. كيفاش لونتربريز كتمول لي زانفيسيسمون ديالها؟ Les entreprises disposent de plusieurs moyens de financer leur investissement. عندها بزاف الوسائل اللي من خلالها كتحاول تمول لي زانفيسيسمون ديالها. اول مصدر ديال التمويل ديال الانفيسيسمون هو l'autofinancement ou التمويل الذاتي. هذا التمويل الذاتي اللي هو لو مويا لو بلو سامبل, اسهل طريقه وموان ريسكي, ما فيهاش لو ريسك. لونتربريز بويز دون سي ريزيرف اكومولي بور انفيسير. يعني لونتربريز في الاخر ملي كدير الريزولتا كتحاول تفرق هذيك الريزولتا, من بعد ما كتحيد الديفيدوند كيبقى لها واحد لاصوم. هاد لاصوم كتزيدها في لي ريزيرف, وهاد لي ريزيرف من خلالهم كدير لونتربريز لوطو فينانسمون ديال لي زاكتيفيتي ديالها. لو فينانسمون اكسترن انديريكت. هاد الفينانسمون اكسترن انديريكت لونتربريز من خلاله كتمشي للي بانك وكتاخذ دي كريدي بور فينانسي لانفيسيسمون ديالها. وهاد المويان هذا الي تري كوتو, علاش؟ ايل جينير دي زانتيغي. لونتربريز ملي كتاخذ كريدي راه خصها تخلص زانتيغي, وبالتالي هاد لانفيسيمون هذا, هاد الفينانسمون هذا اي تري كوتو بالنسبه لونتربريز. وعندنا لو فينانسمون اكسترن ديريكت. هذا كتشي لونتربريز البورصه, يعني لا بورس, يعني المارشي فينانسيي, وكتحاول تقلب على لي زانفيسي على دي فينانسمون. حيتاش المارشي فينانسيي فيه دي زاجون كيون une capacité de financement. Il y a des agents qui ont une capacité de financement, ils financent des agents qui ont un besoin de financement. L'entreprise n'a il émet des actions ou bien des obligations, كتحاول دير اسهم في البورصه. هذوك الاسهم كيشريوها بعض الناس او بعض الشركات اللي عندهم واحد الفائض في التمويل, وتيدخلوا كمساهمين في الشركه, وبالتالي الانتربريز كتحاول تحصل واحد لاصوم من خلال هاد الاسهم اللي كتوظفها في لو فينانسمون ديال لي زانفيسيسمون ديالها. وهذوك الناس اللي دخلوا كمساهمين في الشركه راه كياخذوا دي ديفيدوند اون فونكسيون ديال لي زاكسيون اللي شراو. سو كيل فو روتونير اللي خصكم تاخذوا دابا فراسكم, ان لانفيسيسمون شكون كيديرو؟ كيديرو لي زونتربريز, وكيديرو لي زادمينستراسيون, كيديرو لي ميناج. علاش تيديرو؟ اما بور qui se met investissement de capacité pour produire plus, ou bien investissement de productivité pour améliorer l'efficacité, ou bien investissement de renouvellement pour remplacer le capital obsolète. Ou adna comment, qui va chandir l'investissement? Par le financement interne ou autofinancement grâce aux bénéfices, ou bien par financement externe direct grâce au marché financier, ou bien financement externe indirect grâce aux banques. الو بهذا غنكونوا سالينا الدرس ديال لانفيتيسمون. كنتمنى انكم تكونوا استفدتم هذا الفيديو هذه. ما تنساوش الى عجبتكم الفيديو تشتركوا في القناه, تبارطاجوا افيك فوزامي, ديروا لايك وتخلي لنا كلكو كومونتير. وكنتمنى لكم التوفيق, والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.